يعني انا خلاص بعد 16 سنه جواز حسيت بالملل. مش ملل يعني من اي جهه كانت، ملل بقى يعني خلاص. بص لقيتها بقى بيحصل منها حاجات، مثلا كنت بزعل ما بتردش، كنت بعمل حاجه ما بت يعني كل الامور اللي انا بعملها انا قليت ما زدتش، ما بقتش اعجبها. انما لو انا زدت اقول لك انا زدت قليت اهو، يقول لك انا كنت بقى بخش في البيت بعمل هيجان ومولد وبعمل حاجات يعني مش بقى. الاكل ده لو اخر حلاوه، ولا الاكل ده وحش تقول خلاص اجيب لها غير، وهي عارفه ان الاكل حلو وعارفه ان انا بتلكك فبتتفادى. النهارده ما بتتفاداش بتقف، يبقى انا بمل خلاص بزعل. متغيره؟ اه ايه اللي اتغيرت؟ انا ما اتغيرتش، انا بقول لك قليت. طب زواجك الجديد رح يكون عن حب ولا عن؟ لا ما فيش حب برضه، ما فيش جواز عن حب. انا هتجوز بس علم. عشان اخلي الثانيه تعرف ان هي خربت مع عمرها. طب هل انت لما هتتجوزها دلوقتي الثانيه الجديده اللي انت ناوي تتجوزها هتعيشها مع القديمه؟ لا، واحتمال برضه يعني واحتمال القديمه تمشي وتسيب البيت للجديده. أنا مندهشة إن كل ميزة أعطاها الله سبحانه وتعالى للمرأة والرجل في إطار الدين الإسلامي كيف تحولت بحيث تبقى إدانة للمرأة. الإسلام بيبيح تعدد الزوجات، أنا كامرأة شايفة إن دي مصلحة ليا مش ضدي. الناس بتنظر للزوجة التي يتزوج زوجها عليها، طب ليه ما ننظرش للمرأة التي هي غير متزوجة ومن حقها إنها تتجوز؟ فهناك متاح أمامها أنها تتزوج من رجل متزوج وتخش في إطار هذا البيت بالعدل والقسطاط. بس المرأة المتزوجة ما بتقدر تتزوج أكثر من رجل، لأن تركيبة المرأة استلزم واختلافها الجسماني استلزم هذا الاختلاف، ومش هقول لك التمييز ولا التفضيل، هذا الاختلاف في العلاقة. لكن لو تبص للعلاقة تلاقيها متوازنة، متوازنة زي ما الست محرومة من حاجة مسموحة لها حاجة، زي الراجل محروم من حاجة مسموح له بحاجة. إذا الاثنين متوازنين، ولكن حرمانهم مختلف وتميزهم مختلف. إذا هما متعادلين، لكن لأن الست هي وعاء الابن الطفل لا تستطيع أن تتزوج أكثر من رجل. لو سمح لها بالزواج من أكثر من رجل عليها أنها تقدم اعتراض وشكوى، لأن ده انتهاك لكرامتها، انتهاك لكرامتها وإضافة عبء عليها هي لا تستطيع أنها تعمله. لأن دي هنا بقى الطبيعة بتملي إرادة الرجل. هنا هو يستطيع أن يتزوج زوجتين لأن هو محروم من أن يكون وعاء الطفل. محمد، ليه اضطريتي تتزوجي مرة تانية؟ اتجوزت بقول لحضرتك عشان كلام الناس. اتجوزت برضه مفيش فايدة، لا متجوزة نافعة ولا كانت مطلقة نافعة.
حي البلد ده بقى يوجع القلب. اه دخلت اه خرجت اه كانت سهرانه بره اه عوقت بره قاعدين بس للراحه والجاي طول النهار. ودلوقتي معاها جوزها وشغاله بتشتغل عليه وهو قاعد جوه. طب انتوا مالكم شغالين؟ مش حد بيقول لكم هاتوا حجر ولا حد بيطالبكم بحجر؟ كل يوم تطلع كل يوم تخش مش عارفه ايه كلام الناس كتير بس كتير ما بيسيبوش حد في حاله. يعني شغالين كده داخلين على فين ولا كده ولا قاعدين اهن قاعدين ما حلتهمش حاجه. هم قاعدين طول النهار كده وان اشتغلنا مثلا كده هو تمام شغالين معاهم قد كده حد سيبنا في حالنا. هو الفن فيه كثير من الأنانية يعني، وعشان توصل للنجاح لازم يعني تتنازل عن حاجات كتير قوي في حياتك الشخصية. فأنا لازم أتنازل عن نادية جندي كامرأة وأفكر في نادية جندي الفنانة. لو عايزة نادية جندي الفنانة تنجح وتستمر وتسعد الجماهير وتحافظ على حب الجماهير وتحافظ على هذا المستوى. صباح الفل. انت ما تقفليش في الوكالة علينا بالشكل ده. اهو حاضر. وروح هات الفطار. تحت امرك. سلامتك. كتر خير. ده انا افديكي بعناية. لا انا في حياتي الخاصة بامارسها بطريقة تختلف تماما. يعني يمكن هقولك اكتر متدينة يعني اكتر متطرفة في 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 الدين. ما ده انفصام. الشخصية مية مية. مية مية بس اتعودت على كده. دي بس نقطة مهمة لتوضيح انها حركة عودة المرأة الى التزامها الاسلامي سواء كان من ناحية الزي او السلوك او المعايير. هذه عودة ارادية. ممكن تلاقي الاب بيعرضها، الام بتعرضها، المجتمع بيعرضها. مسألة العذرية عندي تختلف عن مسألة العذرية عند عديد من البنات. يعني العذرية مش ان البنت ممكن تنام مع الراجل فتفقد عذريتها. يعني لو ده هي نفسها مقتنعة بيه فدي في إدانة ليها يعني من نفسها. يعني أنا أسيرة علاقة واحدة بكل متناقضاتها، يا بحلها يا بنهيها يا بصفيها بكل وضوح. بس هاد ممكن يستمر سنوات ويستمر العمر كله. يا أنا بقبل المتناقضات في حياتي النهاردة بقبلها بشكل واعي، مازال طبعا في متناقضات تطرح نفسها وموجودة، وأعتقد أن الجديد عندي أن أنا أصبحت مهيئة لتقبل هذه المتناقضات كأمر واقع بدون ما يجيلي فزع وبدون ما أحس أنها بتهددني أنا ككيان، لأني أنا حاسة أن أنا النهاردة تخليت عن فكرة القيادة. كل رجالة المصريين بتعاني من الحالة. أنا راجل بشتغل في شركة موظف يمكن بشوف الراجل اللي بينفع في البلد وماشي مستقر ومستقيم اللي مراته بتمشي اللي يقبض ويديها وما مش اي كيان في البيت، ده مستقر في بيته. انما الراجل اللي هو بيحب يدي الاوامر وبيحب يبقى خشن الست ما بتقبلش الاساس. النهارده في العصر اللي احنا فيه ده الست بتبقى عاوزه تتسيطر على البيت وعلى الراجل. انا برفض شغلك. ليه؟ ما احب امرأة عرض الانظار الاخرين. بس اذا كانت بتحبك وفي تفاهم بينكم المفروض ما يكون في مشكله. دي مساله متروكه للزمن بس اعتقد 99%
بان انا مش هخليها تشتغل ان شاء ربنا. انني غيور جدا شرقي الصفات قديمها. وامتى الجواز؟ ان شاء الله اعتقد بعد العيد الكبير. اتبع واتبع اتبع الخروف واتبع